أهلا بيكم. البنت دي وصل سنها 15 سنة، لكن جسمها بدأت تحصل له تغيرات غريبة، لأنها بقت عندها شهية كبيرة جدا إنها تاكل سمك كتير، وكمان صوابع رجليها بدأت تلزق في بعض، وبدأت علامات مخيفة تظهر على رجليها، وكمان بدأت خياشيم سمك تظهر على وسطها، وكمان جلدها بدأ يقشر زي الأسماك. وقتها البنت بدأت تحس بالرعب، لكن يا ترى إزاي واجهت الموضوع ده في حياتها وحصل لها إيه في النهاية؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهاردة، وهو فيلم الدراما والفانتازيا بلو ماي مايند. لكن قبل ما نبدأ، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. البنت دي اسمها ميا، ولما كانت صغيرة كانت بتحب تتفرج على المحيط لوحدها، لكن ميا دلوقتي عندها 15 سنة، وبسبب شغل باباها كان لازم العيلة تتنقل لمدينة غريبة. التغيير المفاجئ ده خلى ميا تحس بحالة من عدم الراحة. في المدرسة أثناء وقت البريك مجموعة من الطلاب لفتوا انتباهها، وبعدين ليها زمايل قالوا لها ان دول مش كويسين وانها لازم تكون بعيد عنهم، لكن ميا كانت في حالة من التمرد وكانت عايزة تحس بالحرية، ومن هنا بدأت تتمنى انها تنضم للمجموعة دي وفعلا اتحججت بأي حاجة عشان تبدأ تتواصل معاهم. لكن طبعا ما كانتش متوقعة انهم يتجاهلوها وبعدين يسخروا منها، ومن هنا حست انها متضايقة جدا. وبعد ما رجعت البيت بدأت تسمع زن مامتها، وده خلاها تحس انها خارج السيطرة، وبدأت تتكلم بشكل وحش لحد ما زقت مامتها من غير ما تقصد. لما باباها اتكلم معاها بدأت تحس بغلطها، وبعدين في نفس الليلة ميا بدأت فجأة تحس انها عطشانة جدا، وبعد ما شربت كوباية مية كبيرة بدأت تحس ان جسمها وعقلها بقى احسن. تاني يوم ميا لاحظت ان في قطه ماشيه وراها وما كانتش راضيه تسيبها ابدا، والموضوع ده خوفها جدا. المدرس بتاع ميا رتب رحله في الربيع، وميا طلبت انها تروح معاهم عشان تنضم للمجموعه اياها، ومن هنا بقت واحده من الجروب بتاع جينا. المجموعه هي عباره عن شويه طلبه فاسدين، وميا كانت عايزه تكون زيهم. واول ما رجعت البيت بدات تحس ان السمكه الذهبيه اللي في حوض السمك لذيذه جدا، ولما لقيت ان مفيش حد حواليها اخذت السمكه بايديها وكلتها، لكن بعد ما كلتها رجعت لانها حست بغثيان. وعشان تتقبل في جروب البنات دول قررت انها تبتدي تغير طريقه لبسها عشان تكون شبههم، وبعد المدرسة راحت السوبر ماركت مع جينا عشان يسرقوا حاجات. الجروب ده ما كانش بيسرقوا بسبب انهم ما معهمش فلوس، لكن كانوا بيسرقوا لانهم بيستمتعوا بالموضوع ده، ولما اتكشفوا هربوا. الحادثه دي ساعدت ان ميا وجينا تكون علاقتهم اقرب وبداوا يضحكوا مع بعض. وبعد ما ميا رجعت البيت دخلت تستحمى، وفجاه لقيت ان صوابع رجليها بدات تلزق في بعض، ومع انها ما كانش عندها معرفه قويه في الامور الطبيه، ميا بدات تفهم انها مش طبيعيه، وبدات تحس بخوف وتردد انها تقول لمامتها عن المشكله دي. لكن في نفس الوقت مامه ميا اكتشفت ان السمكه الذهبيه اللي كانت في حوض السمك اختفت، ومن هنا راحت غضبانه على اوضه ميا عشان تسالها الموضوع. ميا اعترفت انها رمتها في التواليت، ومامتها كانت غضبانه جدا وضربتها على وشها، ومن هنا ميا اللي كانت حاطه امل انها تعترف لمامتها بالمشكله بتاعتها اتراجعت خالص، وقررت انها تفضل عايشه مع مخاوفها لوحدها. تاني يوم ميا ما كانتش لاقيه اي حد تتكلم معاه، وما راحتش المدرسه، وقررت تقاوم مخاوفها وراحت لدكتوره، وفعلا بدات توري الدكتوره رجليها، ومن هنا الدكتوره قالت ليها ان صوابع رجليها دي عباره عن تشوه خلقي، وان العيب ده ممكن يتصلح من خلال عمليه جراحيه. لكن ميا قالت لها ان الموضوع ده جديد، وانها كانت مولوده بصوابع رجليها طبيعية. بعد ما ميا قالت كده للدكتورة بدأت انها تعمل لها تحاليل دم، وبعدين شافت الدكتورة بتتكلم على التليفون وهي متوترة. ميا كانت خايفة وحاسة ان الدكتورة بتعملها على انها مش طبيعية، ومن هنا هربت من المستشفى من كتر الخوف. من كتر الخوف اتكعبلت ووقعت على الارض، والالم خلاها مش قادرة تبطل عياط. وبعد ما رجعت البيت كانت عايزة تعرف اذا كان المشكلة اللي عندها مشكلة وراثية ولا لا، ومن هنا طلعت البوم الصور بتاع باباها ومامتها وهم اصغر في السن، لكن ما لقيتش اي صور لمامتها وهي حامل. ولما سالت مامتها على الموضوع ما ادتهاش اي اجابة واضحة، وكان سلوكها مبين انها بتحاول تتجنب الموضوع. ميا بدات تتسائل اذا كان باباها ومامتها تبنوها، وبدات تجيلها افكار كتيره متضاربة. ميا كانت بتدور على احساس عمرها ما جربته قبل كده في حياتها، ومن هنا بدات تتكلم مع واحد على الانترنت لوقت طويل، وبعدين طلبت منه انهم يخرجوا مع بعض، ومن هنا حكت للمجموعه بتاعتها عن اللي حصل، ومن وجهه نظرها ده كان طريقه انها تكون شبه الجروب بتاع البنات دول، وفعلا شجعوها وراحت فندق مع الولد ده. لكن فجاه الراجل شاف علامه غريبه على رجل ميا، ومن هنا ميا زقته جامد وقع على الارض لانها كانت متضايقه انه عرف السر بتاعها وبعدين مشيت. طبعا البنات بتوع الجروب اللي مش تمام ده كانوا مستنيينها بره الفندق، وبعدين عرفوا انها هربت من الفندق، وبكده بداوا يبصوا لها من فوق لتحت ومشوا وسابوها. ميا كانت عايزه ترجع لحالتها الطبيعيه باي طريقه، ومن هنا بدات تتعامل مع موضوع صوابع رجليها بنفسها، وفعلا اشترت مقص ومطهر وبدات تتحمل الالم الرهيب وتقطع الاغشيه اللي بين صوابع رجليها، وبعدين بدات تحط كريم اساس تقيل على رجليها عشان تغطي نقط البنفسجي دي، وبعد كده لفت رجليها في طبقات كتير. وبعدين بنشوف ميا مع ولد برده مش تمام كان بيحاول يكلمها، وطبعا ده ساعدها انها تحس انها بقت زي
مجموعة البنات. فضلت التغيرات مستمرة في جسم مياء لأن العلامات اللي في رجليها بدأت تزيد، ومن هنا كانت على طول بتلبس بنطلونات عشان تخبيهم، وكمان باباها ومامتها كانوا ملاحظين إنها بتاكل زيادة. وبالليل راحت مع مجموعة من البنات والأولاد اللي مش تمام وسكروا وبدأوا يرقصوا، لكن مياء وجينا تعبوا ورجعوا البيت وش الصبح. جينا راحت مع مياء لبيتها وهناك ناموا في الأوضة بتاعتها. جينا زورت توقيع والد مياء وكتبت التوقيع ده كموافقة على إن مياء تروح الرحلة معاهم، وبالطريقة دي فعلا مياء طلعت معاهم الرحلة وما كانتش بترد على كل مكالمات مامتها. لكن لما وصلت بدأت تحس انها مش كويسة، ولما راحت الحمام ما كانتش حاسة بالراحة نهائيا بسبب حالة جسمها. العلامات على رجليها بدأت تتحول للون الاسود. مية بدأت تعيط في الحمام، وفي نفس الوقت شافت نفسها مرة تانية ملفوفة في مية البحر. ولما رجعت البيت وراسها مشوشة تماما، باباها ومامتها بدأوا يهزقوها بسبب رحلة الربيع اللي راحتها، وكانوا حاسين انها غريبة جدا لدرجة انهم فكروا انهم يبتدوا يستعينوا بمساعدة طبيب نفسي عشان يشوف مية. لكن مية ما كانتش قادرة ترد عليهم ورجعت اوضتها مرة تانية. تاني يوم الصبح مية صحت من النوم ولقيت ان في بواقي من جلدها على الارض وكانت حاسة بخوف، ومن هنا بدأت تخبي كل الجلد ده. طبعا مية كانت حاسة انها مش طبيعية تماما، وفي حصة التشريح المدرسة كانت بتشرح ليهم تشريح السمك. وبعدين لما خلصت الحصة والكل مشيوا، مية ما كانتش قادرة تقاوم رغبتها في انها تاكل سمك، ومن هنا خدت السمكة اللي كانت المدرسة بتشرح عليها واكلتها. لكن مية ما كانتش واخدة بالها ان في زميلة بتبص عليها وشافت اللي حصل. مية راحت ناحيتها وحذرتها انها ما تتكلمش وما تقولش اي حاجة من اللي شافته. بعد ما مية رجعت البيت، راحت هي وجينا على اوضة باباها ومامتها عشان يدوروا على مستندات، وفعلا اكتشفوا ان مية متبناة. مية واجهت مامتها بالموضوع ده، لكن هي انكرت تماما وبدأت تتخانق معاها. تاني يوم باباها ومامتها خرجوا ومية رفضت تروح معاهم وفضلت قاعدة في البيت لوحدها. مامة مية كانت جابت سمك دهبي مرة تانية في حوض السمك، لكن مية ما قدرتش تقاوم وأكلتهم تاني. وبالليل اصحاب مية كلموها عشان تروح حفلة معاهم، وفجأة الولد اللي كان بيعوم في البحيرة مع جينا جري طلع من المية وكان خايف جدا. جينا غرقت والكل كانوا بيتفرجوا ومش قادرين يعملوا اي حاجة، لكن مية نطت في البحيرة فورا ولقيت جينا وبعدين انقذتها بعد ما طلعتها من المية. بعد كده مية راحت على الحمام ولقت ان وسطها بعليه خياشيم سمك، وعشان كده كانت قادرة تتنفس تحت المية بسهولة. دلوقتي رجلين مية بقت سودة تماما وكانت بتحاول انها تشيل الجلد اللي متقشر على رجليها، لكن جينا شافتها وكانت مرعوبة جدا، ومن هنا طلبت من مية انها تروح المستشفى. مية ما ردتش عليها وطلبت منها انها تسيبها في حالها. لما مية لقت ان السر بتاعها اتكشف كانت حالتها النفسية سيئة جدا، وبدأت تعيط وبدأت تشرب بشكل مبالغ فيه، ومن هنا كانوا يغتصبوها لكن جينا لحقتها. وفي الفوضى دي الكل شافوا رجلين مية اللي شكلها غريب جدا، ومن هنا مية انهارت تماما وهربت من المكان. ولما رجعت البيت لقت ان رجليها لزقت في بعض وما بقتش قادرة تمشي، ومن هنا بدأت تفكر انها تنتحر. وبعدين لما صحيت تاني يوم لقت ان رجليها بقت عبارة عن ديل سمكة، وكانت مرعوبة وبدأت تعيط لانها كانت حاسة انها لازم تلاقي مصدر مية فورا، وبدأت تزحف لحد ما وصلت للبانيو وملت البانيو مية. بعد شوية مية اخيرا بدأت تهدى، لكن البيت كله بقى مليان مية، ومن هنا مية زحفت لحد اوضتها وكانت مستمتعة انها جوه المية. وبعدين اتصلت بجينا اللي لما شافتها ما كانتش حاسة بخوف، لكن بدأت تساعدها انها تروح معاها في العربية عشان يروحوا عند الشط. الصبح البحر كان قدام مية، وفي العربية اتصلت بمامتها لآخر مرة وما قالت لهاش الحقيقة، لكن كانت عايزة تسمع صوتها لآخر مرة. على الشط جينا ومية حضنوا بعض، وجينا سألت مية لو كانت خايفة وهي قالت لها لا، وان يمكن يكون قدرها انها تعيش في البحر. الاتنين اتفقوا انهم هيقابلوا بعض في نفس المكان مرة كل شهر وودعوا بعض. مية بدأت تزحف ناحية البحر لحد ما نزلت وبدأت تعوم اخيرا، وكانت حاسة انها بقت في مكانها الطبيعي. وبيخلص الفيلم على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية هتنزل. اشوفكم الحلقة الجاية وسلام.